دكتورة حنين زهرة عن المكتب الجهوي للهلال الأحمر المغربي، رئيسة أطباء جمعية انفتاح البرنوسي سيدي مؤمن. اليوم المحطة ديالنا الثانية اللي في هذا المنتدى ديال المبادرات الجمعوية ديال التنمية البشرية، اللي جينا إن شاء الله عندنا تقريبا واحد 1000 وما أزيد من المستفيدين، اللي الدور ديالنا احنا كأطباء اللي كنجيونا وهي ديبيستاج، تشخيص داء السكري، داء الضغط، ارتفاع الضغط، وكذلك امراض اخرى. كان هناك واحد العدد كبير، شنا كيف ما شفتوا القافله غدا بطريقه سلسه وبحكمه، واطباء حضروا بعدد جد مقنع، والحمد لله المواطنين كيخرجوا ناشطين لانه كيكتشفوا عندهم امراض، كنعطيهم الادويه محليا هنا تو دو سويت. واللي عنده مشكل ديال لاطونسيون ديال القلب ولا ديال داء الغدادي كنصيفطو للمراكز الصحيه ديال بالقرب، لان هذه القافله فيها شراكه مع وزاره الصحه العموميه، يعني مندوبيه الاقليميه ديال وزاره الصحه. وهنا كننوه بالناس اللي غوطاغيان، اللي السلطات المحليه، السيد العامل، جميع كل شيء مجند لانجاح هذه القافله، وكنتمناو انها تكون قوافل متعدده ومتكرره، لان هذا هو الدور ديال المجتمع المدني، وهذا هو الدور ديال التطوع هي في هذا الاطار هذا. ودائما حنايا في هذا لو سونس هي التشخيص على الامراض المزمنه اللي باش نحدوا من الخطوره ديالها، نكفوا من لي زيفي سيكوندير، من الاعراض الثانويه ديالها، وان شاء الله دائما غادي نبقاو في هذه المحطه ان شاء الله. هادو كلهم غادي يكونوا بالمواكبه ديالنا دائما بشراكه مع وزاره الصحه ومندوبيه الاقليميه ديال وزاره الصحه، غادي تكون مواكبه طبعا، لانه ما عندناش علاش غادي نجيو ونقولوا ليه مريض ويمشي، نو، كاينه المواكبه اللي غنواكبوا في جميع التخصصات اللي كاينين هنا. في الصباح قمنا بعمليات الجلاله اللي درناها في القطاع الخاص في احدى من المصحات المصنفه بمدينه الدار البيضاء، واستافدوا منها عدد كبير من المواطنين، وان شاء الله غادي نضاعفوا العدد، وكل مره نضاعفوا العدد باش نكونوا شاركنا كذلك في الاستراتيجيه ديال الحد من العمى ناتج عن جلاله. ودائما الشراكات خاصها تكون مع وزاره الصحه. عندنا لا فارماسي فيها لي سبيساليتي كلهم، لي سبيساليتي كاينين اللي في لا فارماسي، كاين طبيب يشرف على 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 الصيدليه، اللي اطباء كيكتبوا لوردونونس وكيمشيو كياخذوا الادويه ديالهم، بل كياخذوا القافله بالمجان 100%، القوافل الطبيه حنا كنديروها بالمجان 100%، الادويه بالمجان 100%، جميع توت لي زاكت اللي كنديروا فهي بالمجان. ان شاء الله كنتمناو تقبل لنا، دائما حنا في خدمه ديال هاد الساكنه وفي ساكنه المغرب كذلك. هذه ثاني قافله اللي فايته كانت شحات عندنا القافله بميزه جيده، وعطات اصداء جميله جدا، لهذا كاين هناك اقبال على هذه القافله اليوم، وكاين من الناس جاوا
من جميع الساكنه ديال منطقه سيدي مومن. كنلاحظكم انكم دائما يعني في الساحه سواء في المبادرات او في القوافل الطبيه رفقه نادر وطارق. اولا انا الحمد لله عندي بليزيور كاسكيت، يعني في مكتب جهوي للهلال الاحمر المغربي، في الوطاري، في جمعيه اطباء الانفتاح برنوسي، وطبيبه في المنطقه، يعني الاغلبيه الناس راه كنعرفهم. احنا مع الروتاري احنا شركاء مع جميع المجتمع المدني اللي عندهم واحد الصيت وعندهم واحد المصداقيه في الخدمه ديالهم. الروتاري الا كتكون كدير شي قوافل اللي هي في المستوى جد العالي، وهذا كيشرف الهلال الاحمر المغربي وحنا كنشرفهم كذلك.